وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا، هذه هي صفة المؤمن وهي صفة الطهارة، إذ إن المؤمن يجمع بين الطهارتين، الطهارة الحسية من الأنجاس والأقدار والأرجاس، والطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشرك وسائر الذنوب. وأما الكافر فإنه لو تطهر بدنا كما يشهد به حال البعض من الكفار، ويؤيده ما جاء في قول أهل قباء إننا جيران اليهود وكانوا يستنجون بالماء فنفعل كفعلهم، فأثنى الله عز وجل عليه، فهم وإن تطهروا لكنها طهارة حسية بدنية، وقد عروا من الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقال تعالى عن المنافقين إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.